بداية أخبارنا مع الفريق الأول الكرة الطائرة بقيادة البرازيلي كارلو شوانكي اللي بيلعب دلوقتي مع الشمس، وده ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدوري. زي ما عارفين فريقنا كان حقق الفوز على المقاولون العرب في الجولة الرابعة علشان يحافظ على سلسلة الانتصارات اللي بدأها بالفوز على بتروجيت بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى، والفوز على هليوبلس في الجولة الثانية بنتيجة 3-0، والفوز على اتحاد الشرطة في الجولة الثالثة بنتيجة 3-0، والفوز على المقاولون العرب في الجولة الرابعة بنفس النتيجة. الفريق هيبدأ منافسات الدور الثاني من المرحلة الأولى بالدوري يوم السبت اللي جاي، وهيكون بمواجهة بتروجيت على صالة نادي الزمالك. فريقنا طبعا بيلعب دور المجموعات في المجموعة الثانية اللي بتضم فرق بتروجيت والشمس واتحاد الشرطة والمقاولون العرب وهليوبلس. يمكن النتيجة لحد دلوقتي 3-0، خلاص المباراة خلصت. الشوط الأول كان 25-18، الشوط الثاني كان 25-19، والشوط الثالث 25-16. دي يمكن نتيجة المباراة النهاردة اللي انتهت بفوز طبعا الزمالك بنتيجة 3-0، علشان يبقى فايز في كل مبارياته سواء أمام الشرطة، المقاولون العرب، هليوبلس، تقريبا هي بنتيجة 3-0، وبتروجيت بنتيجة 3-2، وهيرجع يعيد نفس المباريات ولكن على الملاعب العكس بقى. يعني لو هو لاعب مباراة بتروجيت بره، يوم السبت هيلعب المباراة دي هنا، والعكس بقى في كل المباريات المقبلة. كل الدعم والتوفيق للزمالك. يمكن مباراة بتروجيت بالتأكيد مهمة جدا جدا بالنسبة لك. بتروجيت في المباراة الأولى كان مفاجأة وأول مباراة في الموسم، وإنك تبدأ أول مباراة. إحنا دايما بنتكلم ومتعودين مع بعض إن إحنا بنتدرج بالمستوى، وبنتدرج أيضا مع المستوى بقى بنتدرج بالحمل. فانا النهارده لما ابدا اول مباراه ليا تكون بتروجيت، فكان طبيعي انت اول مباراه في الموسم بمباراه قويه جدا جدا. قلنا بتروجيت خصصت ميزانيه محترمه يعني لتدعيم هذا الفريق، منهم لعيبه كانت في الزمالك وراحت بتروجيت، فحافظه لعيبه الزمالك شويه. مباراه صعبه في بدايه الموسم على الطرفين بالتاكيد، فهي ملابسات المباراه كلها اعتقد بره ارضك، فاعتقد ان ملابسات المباراه المره اللي فاتت هتكون مباراه السبت المقبل مختلفه. خلاص انت شفت الفرقه، لعبتها قبل كده، شوانكي شاف الفرقه دي. دي مش المباراه الاولى بقى، انت لعبت خلاص لحد دلوقتي تقريبا اربع مباريات، مباريات المجموعه كلها في دور الذهاب خلصت، وبعد كده بقى دور الاياب. فبتهيألي ان المباراه المقبله مش هتكون، المفروض على الورق مفيش حاجه مضمونه يعني، لكن على الورق المفروض انها مش صعبه زي المباراه الاولى. كل الدعم والتوفيق ليهم باذن الله. اما عن الفريق الاول للكره الطائره سيدات بنادي الزمالك بقياده كابتن احمد فتحي، فخاض تدريباته النهارده على صاله النادي استعدادا لمواجهه الطيران يوم الاثنين في الجوله الثانيه من الدور الثاني بالدوري بدور المجموعات بالدوري. فريقنا حقق الفوز في بدايه الدور الثاني على المعادي امبارح بنتيجه 3-0 علشان يواصل انتصاراته بعد ما انهى الدور الاول في صداره المجموعه الثانيه بعد ما حقق الفوز في كل المباريات، يمكن خسر شوطين بس امام المقاولون. مجموعه الزمالك طبعا زي ما حضراتكم عارفين بتضم فرق المعادي والطيران وهوليليدو وسبورتنج والشمس والزهور والمقاولون العرب. كل الدعم والتوفيق ليهم باذن الله في كل ما هو مقبل. فتيات الذهب بالتاكيد.